يلا بشوفك. لوين؟ معقول ما تفوتوا شوي؟ غير مرة منيجي لعندكم. انت هلأ تعبانة، فوتي ارتاحي. شو هالحكي؟ ما بصير ما تفوتوا، تفضلوا ارتاحوا لكم شوي لاحقين على الروحة. أنا آسفة مضطرة أروح عندي شغل، أنت خليك. يلا عن إذنكم. مع السلامة. مع السلامة. تعا يلا. أهلين يا عمري. ما بدك تسلمي على أحمد؟ أهلا وسهلا. أهلين. أهلا فيكي. تفضلوا. يه شبارج ليه؟ هلأ منحكي جوا. تفضل. فوتوا. مو مصدق اللي سمعته. لك شو صاير؟ بلشت الحرب يعني؟ ولا ليش لا يفجروا قنبلة جنبكم؟ ها؟ الله سترك يا حبيبة ستك. سلامتك يا روحي. الحمد لله على سلامتك يا ابني وسلامة رفقاتكم. شكرا خالي صفا. وصلت الطيارة تيتي. الطيارة بدها تنزل بالمطار. يا امي يا امي لك ساعدوني يا امي، ماني خايفة الا توقع على راسي هالطيارة الحلوة تقبعه. يا ويلي شو بتخوف هالطيارة؟ ليش خايفة تيتا؟ وشايفة الطيارة بإيدي؟ ايه؟ فيها أشطر طيار هون. يسلم لي أحلى طيار يا حبيبي الفهيم. ما بدك تسلم على ضيفنا حبيبي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حلو. بعرف مين بتكون. انت رفيق اختي نيفين صح؟ ايه مزبوط، انا زميلة بالجامعة. مرحبا قبطان. رح صبلك كاسة تانية. يسلم ولا تعذبي حالك. انا صار سهلة. لا ما بيصير، تشرب كاستك وبتروح. هلا بصبن وبجي. هاي جبت لكم الشاي. يا اهلين، ليكني ما طولت عليكم. يسلموا ايديكي. صحة وهنا. يسلموا ايديكي. خير ان شاء الله. مين بده يجينا؟ عادي انت، انا بفتح. ليكني قمت. جايه. ايه جايه. طولوا بالكم، حرقتوا الجرس. شو بكم؟ حالي. مرحبا امي. خير لتكون جاي تساوي لنا مشاكل. ما كفاك المشاكل اللي عملتها؟ ما بيصير اجي عبيتي. مين اجا ستي؟ هذا ابوكي. بابا اجا. في مرة حكالي بابا عن آلة اسمها البيرموميتر. طبعا هاي الآلة شغلتها تقيس سرعة الرياح، وكان البحارة من زمان يستعملوها لحتى يعرفوا إذا كان في عاصفة من قبل ما تبلش. فإذا نزل مقياس الآلة فمعناتها العاصفة على وشك إنه تبلش. والبيرموميتر تبعي كان إحساسي بالخوف جواتي
ودقات قلبي سريعة من التوتر. لهيك كنت حس بجو البيت إذا بلش يخيم عليه التوتر والخوف إنه العاصفة قربت. كيف صرتي؟ عم توجعك؟ انت شو عرفك بالموضوع؟ يلا عود ابني. انت الشاب اللي حابب يورط بنتي بالمشاكل؟ بابا مين سمح لك تفوت على بيتي؟ انا مين انت؟ بابا حضرتك ناوي تضل وراها لحتى توقع بالمشاكل؟ ها؟ ولا لتسمم افكارها بحزبكن؟ ولا هدفك تعمل منها عدوة لهالبلد؟ الزام حدودك والا طولوا بالكم. والا شو؟ عم تهددني؟ وبنص بيتي كمان؟ بدك تحرق البيت ولا بدك تحط مسدس في راسي؟ شو بدك تساوي؟ لك شو علي خلصنا؟ من الزعران اللي مثلك؟ لك كلك ماني شايفك. مو لازم تعرفني بالاول؟ اطلع من بيتي. اسكت شوي. خلص لو سمحت. خلصنا مشان الله. اشتهيتك مرة تجي وما تعمل مشاكل وتشرشحنا بين العالم. شو بدك منا لسا؟ شو بدك لك؟ شو بدك؟ كل شي عم بيصير بسببك انت. هاي اكلاته وهي هي شوكته. طلع فيني يا روحي لكمل لك. طلع فيني. شو يا روحي مليت؟ شو في فوق تيتي؟ ولا شي يا روحي ولا شي. تعا خلينا نكمل يلا. واجا هذا كمشو وهذا راح طبخه. بدل ما تساعدنا بتهد حياتنا. ما كفاك اللي صار بأمي كله من تحت راسك جاي تكمل علينا. لك افتح. بسطت هلا؟ هاي خلصت من أمي وعايش على كيفك. شو بدك لسا أكتر من هيك؟ أنا كفي إنك ما بتحمنا جاي تقلع الناس اللي وقفوا معنا. لك خلصنا، قرفتنا من حياتنا. خلصنا 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 خلصنا. انت بإيدك خربت بيتنا وعيشتنا وحياتنا. بكفي. روح الله ينتهي.